نهار اسود يا سلمى يا نهار اسود بعد الضرب ده كله لو عرف احنا استهبل. عندي اقعد اتضرب سنة يديني علقة بس هي تمشي من البيت قبل ما تخلف وتلزق لنا هنا زي ما انت لزقتي زي ما لزقتي البنت كل النهارده مناخيرها في السما كده علينا ما اعرفش في ايه مالها. بقول لك ايه؟ هرجع لك كمان نص ساعة هتاخدوني تاني. والله ما سايبك. سلمى غلا. نعم يا حاجة. نعم يا حاجة. حاجة عايزة أقولك حاجة. عايز إيه؟ ولا حاجة بس يا حبيبتي بس اتفضل. جبتلكوا حقكم عشان تعرفوا اللي بيت الحاجة هنا جامع أي حد يغلط فيكم كبير ولا صغير لازم يتعاقب. ربنا يخليك لنا الحاج. بيت الحاج هنا مفيش غلط خالص. ربنا يخليك لنا يا حاج دايما سند وظهر لينا كده على طول. يا رب تفضل جايب لنا حقنا كده على طول. ربنا يخليك لنا يا حاج. لا يطمر فيكم والله بيطمر يا حاج. حاج عايزه اقول لك على حاجه يا حاج. انا عايزه اكشف على كتفي وعلى ظهري عشان ضربتني جامد قوي يا حاج. اه كتفي وجعني. ايوه وعارف برجليها كده وعملت لي كده في بطني وجعاني قوي يا حاج. اه ضربتني ليه كده ما عملتلهاش اي حاجه. اه عايزك شوف يا حاج وبطني وجعاني قوي يا حاج من الضربه. قلت يا غزه. نعم يا حاج. مش عايزه تكشفي على حاجه انت كمان؟ لا يا حاج انا ما ضربتش يا حاج. وانت فريد؟ نعم يا حاج. تكشف على حاجه؟ لا. وانت حياة خدي هنا رايحة فين؟ انا رايحة على بيت ماما. انا مش قاعدة هنا تاني. كل ما يحصل مشكلة تروح مسك الحزام وضربني. شفت عملت ايه فيا؟ شايف؟ هو انت يا بنت الناس؟ تعالي هنا. تعالي. هو انت يا بنت الناس بتعملي مشاكل؟ يا عايز تاخد بعضك وتمشي من البيت؟ ما انت هتعملي مشكلة هتتضربي. فاهمة ولا مش فاهمة؟ والنبي مشيني من هنا مش عايزة اقعد هنا تاني. اه طبعا امشيكي والباب يفوت جامد. بس هوديكي بضمك زي ما خدت. لا لا مش هركب معاكي العربية انا خايفة منك. ايه؟ هوصلك بضمك. ماشي. اتنيلي افتح الباب. سطول انت ما تجيش من وجهه المشاكل. يا نهار اسود يا نهار اسود ده الحاج لو عارف ان احنا اللي غلطانين مش هيسيبنا. شفتوا شايفها ازاي؟ شفتي ضربها ازاي؟ لا ده لو كمان ده الحاج لو عارف اللي احنا بنكذب عليه ده مش هيسيبني. لو الحاج يا ماما عارف ان انا بكذب عليه يا ماما مش هيسيبني. مش هيعرف حاجه بس يعيطوا حد فيكم يتكلم. حاضر. ربنا يستر ربنا يستر. ربنا على قدرتنا. يلا بسرعه. يلا. مين؟ ايوه حاج. السلام عليكم. ازيك يا حاج عامل ايه؟ انت عارف الحاج بايه؟ بقول لك ايه؟ انا جايب لك بنتك سليمه، انا كنت ممكن ادغدغها لك واكسرها لك واجيبها لك هنا اقول لك صلحيها، بس هي بس ما يتجوزها الحاج ما رضيش ازعلها لك. حقك عليا يا حاج. انا عندك بنتك اهي معززه مكرمه بشنطه هدومها. تعالى يا حاج. طب خش يا حاج اتكلم معاه. يا حاج زعلتي الحاج بايه؟ انا اللي زعلته. انا اللي زعلته برضه. باكيد انت اللي غلطانه. خش. حد يزعل الحاج؟ الحمد لله مشت خطتنا نجحت. خطتنا نجحت. خطتنا نجحت. خطتنا نجحت. خطتنا
خلاص يلا خفتنا نجحت خفتنا نجحت خلاص يا حياتي خفتنا نجحت خفتنا نجحت ومشت 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 ومشت. عملتي له ايه؟ زعلتي الحاج في ايه؟ والله ما زعلت ولا جيت جنبه يا ماما يا ماما والله يا ماما اللي افترى عليا وضربوني شايفه ايدي يا ماما شايفه وشي افترى عليكي من غير حاجه كده. يا رب ندى مغازل كده تغور وتمشي وما ترجعش البيت ده تاني. يبقى الحاج ليا لوحدي انا بس واعيش في بيتي كده ملكه. ايوه ادعوا معايا يا بنات. يا رب تمشي يا رب. يا رب سلمى كمان هي تمشي من هنا. يا رب يبقى الحاج ليا لوحدي يا رب. ليه ماما؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. انا بحب اخواتي يا ماما، بحب فيروز وحياه. طب يا ماما انا عايزه اقولك على حاجه، هو انتي مش بتحبي طنط سلمى وطنط جلجل؟ لا طبعا مش بحبهم، بس انا بحب اخواتي برضو يا ماما. لا انا عايزاهم يمشوا من هنا، انا عايزه الحاج ليا لوحدي. ماشي يا ماما. هما اللي جم عليا انا الاساس. حاضر. يا رب تغور من هنا يا رب هي وعيالها. يا ماما بقولك بنتك بتتضرب كل يوم وبتتعب وبتشتم شتايم وحشة يا ماما، كل يوم متبهدلة، ده غير ان متجوز اتنين، واحدة حرباية وواحدة تعبانة، انا بخاف منهم، انا مش عايزة اعيش معاهم. وانا اعمل ايه؟ احنا عايشين في عيشة ملوك يا بنتي. نعمله ايه احنا؟ كده يا ماما ليه عملتي فيا كده؟ عملتي فيكي ايه يا نادى؟ كنا استحملنا الاوضة اللي فوق السبعة احسن من البنات. تعالي يلا اوديكي لجوزك بدل ما اكسرك. هتوديني عنده تاني؟ بقولك هوديك ومش هغير زي ما انا. قومي قدامي يا ماما. بقولك لو قعدتي عندي هكسرك زي اكتر ما انت متكسره. يلا قومي يا ماما. قومي قدامي قدامي قدامي. بناتي الحلوين نعم يا ماما، لما يشوفوا حاجه ولا يسمعوا حاجه ما ينفعش نقولها للحاج. ماشي ماما؟ انا مش بقول لحاج حاجه يا ماما عشان ما يضربنيش يا ماما. انا عارفه واثقه فيكي يا فيروز، هو الخوف كله من حياه. حياه حبيبتي اي حاجه تشوفيها اوعي تقولي للحاج يا حياه. ماشي يا ماما. خايفه منك انت يا حياه والله، اوعي تقولي حاجه للحاج يا حياه. ماشي يا ماما. ماشي اما تشوفي حياه ربنا يستر يا رب. غزل اوعي تضعفي قدام الحاج وتحكي له اي حاجه يا غزل. ازاي يعني احكي له يا ماما؟ ده اصلا لو عرف لا بكذب عليه يا ماما مش هيسامني يا ماما والله. لو حصل ايه خليكي ثابته عند كلامك يا غزل. حاضر يا ماما. ربنا يستر ربنا يستر. اه انا جيت. اه الحمد لله على السلامة يا حاج. 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 بقول لكم ايه؟ نعم. ادخلوا كلهم جوه يلا. يسيبوا لي حياة. حياة؟ حياة تعبانة النهاردة يا حاج. أصل بردنا شوية. حياة؟ حياة؟ أنت تعبانة؟ لا يا بابا. أيوة يا حبيبتي أنت مش تعبانة النهاردة؟ قلت لكم كلكم ادخلوا جوه وسيبوا لي حياة. حاضر حاضر. حاضر يا حاج. هلا. عاملة ايه؟ كويس. انت بقى كنت عايزة تقولي لي حاجة وانا ناسي. ايه هي؟ بابا. قولي. بص يا بابا. ندى وماما هم اللي ضربونا. هم اللي ضربوا جلجل؟ اه. اه يعني هم اللي غلطانين؟ اه. احكي كده الموضوع من الاول، مين اللي اخذ الريموت من التاني؟ يعني سلمى اخذت الريموت من جلجل؟ اه. اه يعني هم غلطان؟ اه. وكمان ندى غلطان؟ اه. صح؟ صح يا بابا. عارفه انت احلى حاجه فيك ايه؟ ايه؟ اللي انت ما بتعرفيش تكذبي. خليك ليا. تعال انا بحبك يا حياه. انا كمان يا ماما. اقعدي بقى يا حبيبتي اقعدي، كان عايز امك في موضوع. انا بصيت في عينيها دي، بصيت في عينيها قلت البت دي بتنسي كسابه. ماشي. بس كان لازم تتضرب برضه جلجل، كان لازم تتضرب.
البيت اصلك البيت مش فاضي. انا بتكلم ماشي حياتي.